منتخب مصر يا سمر طبيعه الحال ان احنا ما قدمناش افضل اداء في الدور الاول، والدليل انه 3 نقط بس تحسننا تدريجيا. يعني المباراه الاولى امام موزمبيق ما كناش جيدين خالص، مباراه غانا الشوط الاول ما كناش جيدين بس تحسننا في الشوط الثاني، مباراه كاب فيردي كنا احسن على مستوى الشوط الاول والشوط الثاني بس كان في بعض الاخطاء اللي تسببت في اهداف علينا، بنتحسن يعني السهم طالع لفوق. بس ايه المشاكل او الاخطاء اللي وقعنا فيها في دور المجموعات ومحتاجين ان شاء الله باذن الله نتلافاها في الدور القادم؟ بس هو اللاعب المصري عموما عودنا ان احنا لازم نحبس الانفاس كده لاخر لحظه، ولازم الدراما صح. ولازم يعني نعشق المعاناة يعني الاهلي يبقى خلاص على اخر لحظه ولازم يكسب ماتش مهم هنا عشان يتاهل في افريقيا، الزمالك يتغلب من ارتر سولار هناك ويجي برده يحبس دم الجمهور هنا، نفس الكلام اللي عملوه معانا في المنتخب. برافو عليك. انا كنت معاك هنا من فتره وقلت لك اتمنى ان فيتوريا يطلع صح، للأسف فيتوريا طلع غلط، لأنه أنا شايفة أن المشكلة مش في العناصر، المشكلة في التوظيف في طريقة اللعب. أنا مشاكلي مع المنتخب في دور المجموعات طريقة اللعب، العند في طريقة اللعب اللي هو يعني صلاح بيبقى متكتف قوي لما بيلعب مهاجم تاني، وده اللي شفناه في أول ماتش. يعني أنا شايفة أنه محتاج بس يدي مساحات للعيبة، حد مثلا زي زيزو كان أول ماتش وهو مش عارف يتحرك، هو ما بيطلعش يغطي. فالمنتخب هيبقى هو زي ما أنت قلت كده، المنتخب كان أفضل، بس في الآخر هي أول مرة في تاريخ المنتخب إحنا بنتأهل بثلاث نقط مستقبلين 6 أهداف، وده رقم كبير جدا. يعني هو من 7 تسديدات تسددوا ومسجلين مستقبلين 6، فده رقم كبير طبعا. فلا يعني ربنا يوفق في الدور اللي جاي. يعني انا شايفه برضو الاصابات ما كانتش في صالحنا، يعني كان حظنا وحش في اصابه صلاح والشناوي وامام عاشور طبعا. فيعني لا ان شاء الله ان شاء الله نعوض يعني في اللي جاي. بس احنا مشكلتنا احنا كمصريين ان احنا بنحب الكوره، فاحنا عايزين نشوف اداء زي ما بنشوف النتائج. يعني احنا دايما بنقول ايه ان البطولات دي بنكسبها ما بنلعبهاش، لا احنا عايزين نكسب ونلعب، احنا عايزين نشوف اداء يعني. صح. حلو كلام سمر. صح اكيد. حلو ولا مش حلو؟ اكيد مش عارف، حاسس مش هينفع اقول رايي تاني.